عادة الأئمة اللي موجودين يعني يقولون هذا قبره فلان، هذا قبر فلان، التعلق في صاحب الزمان والزهراء صلوات الله عليه. سلام الله عليه. هذان الاسم الزهراء. الزهراء ماكو قبر وصاحب الزمان. حتى تكون مساءلات، التركيز على التعلق بالإمام الحسين، حتى من الذي يأخذ بثار الإمام الحسين؟ صاحب الزمان. ولذلك عندما مثلا ترى في رفع الراية الإمام الحسين يا لثارات محمد، النبي محمد صلوات الله عليه كان يا منصور أمت، الإمام الحسين يا لثارات محمد، صاحب الزمان يا لثارات الحسين. إذن الذي يعتقد في الزهراء صلوات الله عليه يعتقد بمظلومية الرسول الأكرم صلوات الله عليه، المظلومية الكبرى على الرسول الأكرم، ابن عمه وصية وبنته وأولاد بنته وأولاده، وإلى الآن ذرية رسول الله تحارب وتقتل شر قتله وتسبى وتسبى، هذه المظلومية الكبرى، وحتى تنبش قبور صحابته. نحن نرجع إلى الأصل، إلى رسول الله صلى الله عليه. إذا ثبتنا الأصل وكل الفضائيات يعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله مظلوم، الآن يعترفون في قضية الإمام المهدي. أنا أتكلم بصورة الآن مادية، هاي الصورة ببداية الصورة المادية. الصورة المعنوية تنزل الملائكة والروح فيها. الصورة المادية يجتمع به الناس، مكان يجتمع به الناس. في الواقع أهمية زيارة الإمام الحسين بل واجبة في العمر، بعض العلماء يعطون واجبة في العمر. حتى يروى عن الشيخ الحلي أعتقد أنه أيه؟ يضع زيارة الإمام الحسين أحسنت أفضل من 70 حجة واجبة. وعلامات المؤمن منها زيارة الإمام الحسين في زيارة الأربعين. ما قالوا علامات المؤمن الحج. في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.